خلاني انقطع عنكم، انظهرت من سلفرج صرت عند عرب. العرب ممنوع التصوير. بيلسنا ورمسنا عقب عسرنا عند عرب غير بعد ممنوع التصوير. وقزرناها هلا كله ممنوع بممنوع. ورمسنا لين طاب الخاطر. وسولفنا وعندك ودونك يعني. هلا حد بالعرب له خصوصية شو الراي؟ هم كل حد ابوي كان شوف عين شوفي. وتقهوينا وتفاولنا ورمسنا لين مال العود واحترق. وترخصت عنهم. وحين عاد الله يحفظكم ساير فندقية قريب اوصل حظو فندقية ها فرت حصاه. يلا تصبحون على خير، الى اللقاء بكره ان شاء الله. عليكم ورحمه الله وبركاته. اول ما جيت اي زون ما في عين قطره، يا استرمس ابوي في اللوبي وخلق الله ما خلقي غير ما صورت شيء. يوم جيت الغرفه تحيدون جويتياتي اللي اشارهم راويتكم اياهن، امهات 200 و250 و300 باوند العاديات. وقلت لكم هاي لك ما رمك اخذهم ابوي غلاية بهاك الحكي بالاف، انا ما في حاسي اخذهن. ابوي يوم جيت ولاني لقطهن ابوي قدامي كان ريتو لقطهن في حجرتيها على ما تشوفونهن. ما بلا واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة. شوف الحظ يوم الله يريدك بنادم نصيب يوصل كل اللي تباه لين حجرك وانت يالس في مكانك يوصلك. كل الشكر والتقدير للي خذ وطرش على الله يحفظه ويطول بعمره وبارك الله فيه. كأن يعني سوى شيء ما حدش سوى، يعني هذا شيء ناتق ان ياخذون لي الشيء اللي في خاطري وحبس شيء سابقة يعني ما بس قصة سابقة، قصة شيء زين اني ناخذ شيء في خاطري. عيل انا ما بخيل لكن استكثرت لا والله، وغالي يعني حرام اني اخذ شيء بهالجيمة لكن يجيني وببلاش هاي نعمة. لو وهلها روح اللون روحه يزقر هاي يرحب، اللون هذا روحه يرحب روحه يزقر مصير يومين. وهاي لك عاد حدث ولا حرج، لك الاثنين حدث ولا حرج يعني شيء ولايتي. وهاي لك عاد ما يباله رمزه. يا سلام سلم، شكرا للي خذ وطرش وتعنى وتكسر ويتيبر، مشكور كل الشكر لك والتقدير بارك الله فيك. شكرا ونرد لك اياه في الافراح. حش علي ما ضروم انا ابو الافراح يبالي شيء وايد. لا بس شكرا تسد علي خالد الخادي، نحن نحبك. شكرا بابا محمد الزايد. السلفرج بالتغطية العطر الثمين اللي في السلفرج اليوم راح اسوي، اليوم ان شاء الله بسوي سكابتشر الاول عشان شخص يضيفوني على الانستغرام. الحين بحط حسابي مال الانستغرام. اول 12 شخص من الحين يعني من الكلام هذا وساير بيظهر اسمهم كاضافه في الانستغرام ضايفيني ان شاء الله. انه بيظهر 12 شخص بيفوز كل واحد منهم بمضرب عطر ثمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. الحركة المعهودة والمعروفة تصوير هالنمونة لكل يوم درس اليومي يعني زين وخلافتي زين. صباح الخير حينا أقولكم طيارتي الساعة 8 زهبت شعري وخلصت وحين زاهب إن شاء الله بسير هرمي بكل عندي شغل باخذ وبرد سويت بسوي تشيك أوت الحين بنزل أقول لهم إذا ينزلوا شناطي و بس ما عندي شيء اسوي. ساعة 2:30 بحرك. صبحكم الله بالخير. هذا ابوي احمد برحيمه، اخو جمال برحيمه. انا اول ما ركبت اللفت اقول في خاطري كاني اعرفه، لكن هذاك شويه غير. مشبح علي قلت يا اخي تشابه واحد اسمه جمال. قال لي هي ترى انا اخوه. كيف حالك؟ كيف انت؟ حتى انا اول ما شفتك كنت مشبه عليك صدق؟ منو بالله عليك؟ خالد الخالدي. يا بارك الله. انا بغلبكم انتم دوب وما حد يسر اموركم ويحفظك ان شاء الله. يحفظك يا طويل. شلونك بخير؟ الله يحفظك. ما الا. الاساس ما بناوي اسوي سنابات اليوم على اساس انه رتبت استكشاف. تدرون من الصبح انا زاهب وسكرت شناطي. يلا تسكر المراد. من سكرت الشناط الله يحفظكم ومظهر لبستي اللي بلبسها الحين.
ترى أبوي الله يعزبك والسامعين للدلاقات لبسوا واحدة حال طبجة موجودة وطبجة ما شيء. وأنا شيت فتحت الشنطة من يدي دي ويدي ويشلها فوق تحت شو بقول معركة. يلا يلا تسكرت الشنطة ورديت مرة ثانية من يعني ركبت مال هول من ثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرة الثانية قبل شوي برحيمة وما قال أنا فلان، قال أنا أخو جمال. ولقيت ريال الحين أقول له أنت منو؟ قال خالي الحباي. شو القصة يعني؟ وأنت اسمك شو؟ أنا عبد الرحمن الحباي. والله والنعم. ها أنت خوالك عموما كلهم قوم الحباي. نعم. ها أنت من أي، أنت من أي جيل؟ كم عمرك؟ أنا عمري 20. أيوه هذا أنت حين طلعت في خلاصة قوم الحباي. الفاينل مالهم الأولي يعني فاهم؟ يعني فيك عبق التاريخ كله لك تحمل تتخلى عن مبادئهم اللي طريقتهم عيشتهم ترى اللي تخير عيشة كانوا عايشين أصول ومذهب ومعنى تحمل تصير جدا التمدن فاهمني؟ شكرا. وانت منو؟ فهد القاعد. ما شاء الله عليك. كم عمرك انت؟ 20. مبين عليك صغير؟ اللحية ما ظلت تكيت الله فكك في الصدع والديان الناس يبون يتمون صارح هي والله الله عطنك بشرة ما شاء الله والشكل تحرك ولد البارحة على الله يحرك Thank you. Beautiful car. Beautiful. Thank you. Beautiful car. Blonde driver. Thank you. بحياتي ما شد قلت التاكسي ودني هارلي نيفيكل وداني على طول. ما شد قلت التاكسي ودني هارلي نيفيكل ويوديني على طول. كلي مش اني وديني على طول. ما يعرف لي ايش اقول. لساني لتش في هالكلمة. أكيد يا أن في حرف زيادة ولا حرف قاصر. فلذلك يوم أشوفه تعايا وياي أقول له شيرت بارك تاور. بارك تاور بس. من أوصل بارك تاور نزلت الباب بالباب. مشكلة. شيء من الحروف يغير الكلمة عن بكرة أبيها. إنزين زحبت أبوي شيري وعلمي وخبري والأمور الحمد لله طيبة. وشدوا العربان بالكلي والله عرب وايد هم البارحة باليوم أو الترباح الناس كلها ابتدت ترد يعني أعتقد عساس المدارس واللي بي عنده أشغال حافظ على التشخيص اليوم اللي جوتي أزرق والتنكسوت أزرق لكن عاد الدلاق منقع رصاصي ما يخصه براي ما لقطت مبوني مظهر أسود ما لقطت عيست وين أدوره ظهر طبجي وحده اسود الثاني ما لقطه الحين لازم انشل الشنطه فوق تحت قلت في خاطري ما في وتعايست ظهرت هذا الرث هذا عاد لي بيدي بيردوني بيقولوا لي لا تركب الطياره ما حد يقول لي لا تركب الطياره حتى لو تصير طبجي غير وطبجي غير ما حد قال لك وين سايل جيب جوازك وحجزك رقم واحد وفك عمرك بالصدع والديانة يعني. في داعة الله يا هالمكان عاد خلاص العلم عند الله متى بنطيح البقعه الله كريم يوم الله كاتب لك يا بنادم الله سبحانه وتعالى هو المسيء وين الله يكتب لك بتصير وين الله يكتب بتصير السير والجاي والله حلو السير والجاي ترى شو بتحرون انتم ما شي اشارات السير والجاي بالاخص يوم يكون انت صغيرك يا سلام يا سلام سلم يوم يكون سيره ويجي من شي صغيرك هي عاد ابدا خاصه عاد هنا قطو فارن بمصير استغفر الله العظيم لا والله اسوي وياكم سوالف عاده بتاخذون هو ما عندي مشكله يعني لكن الاخير من شي صغيرك بعيد اخير لكن بعد ما ينكر حال انك بعد يود تحرم عمرك من السير والجي عادي ترياني وعدنا عند الباب الطرفاني اللي مشاهد الهايد بارك سموه البارك تاور مفروض يكون قدامي حين القطة خير ما قدامي اكيد بتاخذ ان شاء الله اني بالقطة وانا بسولف
جود مورنينج. قلته صباح النور. كيف الحال؟ ما زينك ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كله حق السفارة؟ الله يسلمك. يلا غايته. سلمك. هذا كريم حلاقه. كريم مال حلاقه. اخذه من حري بيكل. كل مره هي اخذ كميه وتسدني سنتين سنه ست شهور خمس شهور. اخر ودي وقف عني. قبل ما يوقف ثلاث شهور خبرت. يلا خبرت حمار الثقايل. خبرتكم عن القصه. يا ابنه تم الحين دق لي تليفون. الحين هو موجود بعد في هارلي بيكل حمار الثقايل. وبعد مصر على الكذب. انه والله موجود هنا في دبي. خدت لك اياه انا. Why all the time even if I come 2-3 times I never find more than 2 or 3 pieces. Because it's very popular. والله you are the one who popular. Yes. Thank you very much. This why what is the reason no I can't find it. Only sometimes I find 2 or 3 pieces. They are very 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 popular. You are the Thank you. ولكم حمار الثقايل دق لي تليفون قال لي عازمينك على فيليال قهوة. قلت له انت وين؟ قال وين؟ في جراند كافيه. جراند كافيه سيد شيخ يا؟ قال ترى ياخذ جراند كافيه. منو عاده؟ قال ويا ولد من غدير حمد؟ ما اعرفه. كان قال لي حمد. انا يا سوي حمد. قال انت رياك ويا حمد بتيت قهوة عندنا. قلت له انزين في خاطري بصور لكم اياه مره عمرتين حق تعرفون كذبه المعدي رجال بلحيته طول عرضه عرض ما كد رمس بالرمسه العدله ما يرمس الا بالكذب. رمسته كلها كذب بكذب. من عيال قايلين له بعطيك البيزات من توصل. والله لا شفت ولا شفت كريم الحلاقه. الحمد لله اني جيت ولقيت ثلاثه. الحين انت بتسافرون ويانا ولا بتجلسون؟ والله؟ بس دبي ولا ابو ظبي؟ دبي. اوكي. شيء تبون؟ لا. يلا سلموا على هالكل. ها؟ في مريضه تتابع يا سناب، قلها شيء. شو اسمها هي؟ لميا. سلام عليكم لميا. الف لا باس عليك، تتابعيني وانت هناك كل يوم بتدعي لك. الله يعافيك ويعفو عنك ويخليك ويبارك فيك. هذا انا، شفتيني؟ ما زينك يا هالمكان. والله يا ابوك هالبلاد ما ينشبع منها. ما تتودر يسدك بس الا انك تخاجي بين هالخناخيش. لو مالك لازم لو مالك حاي ساير جاي في هالمكان روحه. والله مكان ممتع. احنا سايرين جراند كافيه. جراند كافيه هذاك وين الحين عالم يتجمعون فيه. تريقت انت؟ ايه تريقت. صرت قرنقعو. والله هذا فنان. يا ابني كان تبى الصدق. اي والله بعد العالم طوابير عليه. يلا حسنا ما شاء الله. عمر الحين هو اسمه عمر لو عمار؟ عمار بوحنش انا مسمنه. لك اقول لك يا اخي تجيل طينه ما ينقهر. كيف انت متحمل لنا؟ لا ربيعنا مسكين ربع بجان. ولح عليك يا حمار الثقايل. وانا اكثر الحين انا من متى ارمس وياك؟ من سنتين واليوم اول تلاقي. مره تلاقى وياك وهذه الساعه المباركه وانا كنا مفاجئ لك. الحرم بسم الله مشين الشيء اللي في الدنيا. انا اي والله العظيم انا احلى منك. لا يا اخي وايد شيء عادي. يا ربي مشين يا انا مو هالوجه الوسيم زين. منو هاللي قص عليه قال لك شيء زين؟ انت رئيس عام هيئه شؤون اللي ما يتشاهدون. الله يحييك ابو حمد. انا اسمك الصدق انا ما اعرفه. حمار الثقايل خلتي. لا صدق والله. نعم. مطر حليلك يا مطر. والله وانه سامحني على حد في خاطر. لا والله يا ابو محمد ما خليت حد ما خبرت عن الكريم اللي على اساس انك بتاخذ الايام من سنتين. زين. واليوم وباكر اليوم وباكر اليوم وباكر. من ثلاث سفرات يمكن إيه؟ حطيت في دبي. مصمم على الكذب؟ لا موجود هناك. الكذب زمانك الردية يا رجال. الناضي عند الناضي ما طرش الدريوله. يوم اسمه الناضي هاي شو رام الفايدة؟ وانت حمار الثقايل وربيعك الناضي. انت قاعد تقول انا اركب الخيل واجف؟ انت؟ هي الاول اللي سمع الاسم؟ الاسم شايع والبطن جاية. الرجال هالجماعة منو؟ هذا الرجال منو؟ حمد بن غدير. نعم والله والنعم.
يا ابوك دخيناكم بشراع عميده لا خليتك سامحنا انت ابوك انت فيك من ريحه الطيبين انت انسان طيب وخير مع حشراتك يا غير هذا يا ابوك مش كلها الادمي لا لا ابو محمد كيف قاهرينه اقول لك ما بيصير كثير ولا ما سعيد يطلب الجوده يا الله من حسك يعني الله يحفظك يبارك فيك والله بذمتي بذمتي وربك اللي تعبده انك ذهب ومعدن قصير يعني الله يسلمك لكن هاي الحلال جاي يقول من صافي سويهات اساتيش اسمع ترى حد من العرب حد من العرب شرات الهريسه ما تطيب الا بالضراب نعم وانت منها ما ظني هي بدك الزبده بتم انزين الحين انت اصبر الحين انت منو اسمك الصدقي مطر بن غريب بن جرش الثلاث والله والنعم من هالجميره انت نعم هالجميره صافينا ترى بعد ما بين يا ابو صافي جميره الاول كنا الحين ندفن لا حول الاول صافي جميره يضرب بالوسط اي نعم صحيح يقولون يسوون النيسر مرقه هي مرقه نسويها بعد نعم الاول في رمضان يوم ما حد عنده شيء شو سحورهم نيسر مشواي وعيش ابيض ونفس احنا الحمد لله لكن الحمد لله اليوم خير الدنيا بخير يا رك الله يا رك الله يحييك يا ابو محمد من عرفتني انا ما عرفتك لكن لا انا عرفتك يوم جيت عدالي وانا الحين تني انت لي هال زين ممكن هدا ممكن ريتشارد لا تقولي هاي امك تمزحين لا زي اختيني انزين وحده من كل ليال وحده منهم رزان وليال يا ربي عدي يمكن يوم تنعم 5-6 سنين اي تقريبا 8 سنين عرستني؟ هاي هاي امك؟ مليون مرحبا بهدى كيف حالك؟ ما اسمع حسك الله يسلمك شلونك انت؟ انا بخير والله هدى تدري كم سنه ما تلاقينا؟ 20 سنه لا اله الا الله عيالك اللي يشوفونك على اليوتيوب والله الله خير وسهل لله يا ابو اللي شفتك خير وسهاله هدى انت ماخذه انجليزي من كم من سنه 40 سنه مساعده وياك وتغير الناس شوفي ما شاء الله البنيات يعني الله يحفظها يعني الله يبارك فيك يبلغ لا خبر على فاطمه يبلغ يعني الله يحفظكم شكرا 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 مع السلامه بنات يلس عاد بالمره يلس برامج شوي قبل ما تصير يلس الحين والله كيف بتصير بتودرني كيف اهون عليك يعني اخيرا يا ابو محمد انتهت الرحله وغدا مره ثانيه لنا رحله ثانيه وياك الحين انت بتصير برشلونه كم بتيلس ما خاف بعد ما خاف زيد دخيل وين وادك المكان اللي اخذنا من الجواتي ممنوع لا انا ما اعرف اسمه مليون مسج يعني يقول ممنوع لا وراس امك شو اسمه والله ما اعرف اسمه والله ما اعرف اسمه ما لها اسم لا ما لها اسم والله ما اعرف اسمه انا اسير لي بس بالموقع مكان شو زي اللي بيصير شو يكتب بورصه النعلة بورصه الجوال بورصه الجوال صدق والله نعم موقعه عند التلفزيون البريطاني بي بي سي الله ييسر امورك ويحافظك بترد البلاد انت الا 2-3 ولا انا تبى الصدق الاحد موجود في المكتب ايوه صباح الاحد موجود ان شاء الله بس الا يومين يعني الله ييسر امورك سلم على برشلونه وما حاش عوشه وانت توصل بالسلام يا ابو محمد جزاك الله خير ان شاء الله هناك مشكور ما قصرت على كل اللي قبل الله يبارك ما كنت استانس في لندن كثر هالوناسه رديت علي الوتر الاولي الاول وقت اللي خطف انا هالنمونه عرعر الحين بسيرتي وياي عندك شفنا العرب والعرب شافتنا اي والله جزاك الله خير الله يحفظك تحياتي لما المر والعيال الصغار والكبار ان شاء الله تريا تشريفك لي في ابو ظبي ان شاء الله مرحبا اخذت كريم الحلاقه اللي قلت لكم عنه ما قلت له ثلاثه جلست ويا الربع وجلست وهدرت وسولفت ناني هاي اخذ غرض حق ولدي احمد وجلبنا الدنيا فوق تحت ندور هو النوع اللي يباه بعد ما لقطنا محل ورا الحارنيفيكل شي 3-4 بنايات بوتيك صغيروني قال موجود عنده ترى هذا ابوي ليمتد اديشن ما يوجد اوت اوف ستوك وما ادري شو ومن عطر كومفورت
وريحته يا قوي تحراها جرفة شرات الجرفة والله ما يتشاهد والله توزيت وخدت له شو أسوي عاد معرس بديته ما عرفت أقول له لا يلا يلا براي هاي سيارتي وحين إن شاء الله بتوكل على الله آخر دقائق ها هاك شيرية وهاك تليفوني خلصنا أبوي من العلم والخبر والحين عادة إن شاء الله في الطريق بسولف عندكم ولا ما أدري والله ولا يوم بوصل المطار الله أعلم إيه شنو ترى انتو هن يحملون هن وشيك على الوزن لأنه الحمد لله وزنها طيب يعني كلهن أقل عن 30 كل وحدة أقل عن 30 لو هذا وأنا قايل له أن أبوي أنا طيارتي تطير الساعة 8 وحين الساعة 4 يطير بين أرضه وسما شريته غير بالله ما إبراهيم أقول له شيء رابك كم يسوق ما يبغي يطير طيران هذا ابو مغايض هذا لون مستعيل بقولكم ما عليه يتجاوز الأشعة الشرق وساعة الغرب حتى وايق طالعني في الدريشة في المنظرة وفي خاطر هذا منو يرمس بسم الله كلهن هالكونترات كل ابو يتبع طيران الاتحاد كلهن لا بواحد ولا باثنين شجة مال الفيرست يمكن ها شوفوا هذا كله مال الفيرست واحد اثنين ثلاثة وهذا كلهم مالات البزنس ولي من هناك ساتول بعد كله مال الاكونومي يران في الدنيا العودة just accept one more let me know what you say would you like anyone to escort you through thank you very much you're very welcome thank you very much جاتني تخبرني تقول لي تبي حد يساعدك يوديك لين داخل يخلصك ما تعرف يعني أنا تبع أبوي سوشيال ميديا ولا ما بتبع سوشيال ميديا just now I told you I'm from social media exactly yes thank you very much thank you and everybody welcome. Now will be very happy about the Etihad Airline service you're very welcome thank you very much if there's anything else we can help you with please thank ask. You very much thank you. Thank you thank you thank you ويعطون أبوي ثلاث شنط قال الشنطة والشنطتين ثلاث شنط واحدة هنتي والثالثة أعتقد 32 كيلو المسموح لكل شنطة 32 كيجي for each bag that's okay but is 29 to 27 but is it available yeah, yeah. It's allowed until 32 كل قطعة 32 إذا أنت جاي على البزنس تروم تشيل وياك ثلاث شنط وخدمة منتهى الروعة ما سلام سلام أبدا ولا حد يقول لك وين ساير ولا وين جاي يعني. هاك الرجال ما ادري شو قال كيف انت ما شيء تخليص الله يسلمك يحفظك كيف انت كيف حالك والله يتني هالحرمه فقير قالت بنخلصك بنوديك وين تبى الجوازات كل شيء اكيد امورك طيبه انت لا والله ما تعرفني لا تعرفني ولا اعرف هذه اللي وراك هاي وراك هي حليله جزاك الله خير يلا الله يحفظك يبارك خدمة أكثر عن مميزة هذا الممر خاص للبزنس كلاس والفيرست ما نتخطف أبوي ولا يقولون لك ها فاست تراك لا لحد يقول لك وين ساير ولا واحد يقول لك وين جاي يعني. لمح البصر نحطيت هالبوردنج كارت عدى هاي الشاشة لحظة ما خذت قالت قرب محمد قرب تخيل عاد تقول لك قرب محمد كان حلو الموضوع هذا خاصة مال فاستر ضروري اللي بيجي شو ترى مضيربات عطر على هالكبير ويايبنا هاي كم صغرونهن 50 ملي واشهد انه قالوا ابوي لازم يتبطلن يتحطن ينحطن في قرطاسة هالنمونة ويتخطهن داخل هاي المكينة يعني لازم اللي بيجي حتى مضيربات العطر الصغار شفت كل واحد كم صغرونه 50 ملي هذا بعد ممنوع لازم ينحطن في الشنطة العودة اللي حق الثياب اللي بتصير داخل الطيارة لكن اللي في اليد أبوي ما تروم تشل شيء سائل أكثر عن 50 ملي وها 50 ملي وأشهد أن ظهروهم من قواطيهن عم سوكرات
العمل بحرهن وشد ان ظهرهم لازم يخطفن تحت الاشعه هذه. ما برا مصور منك اخب عايز اخوني بس بغيت اخبركم هذا. لا تقولوا بعد ما قلت لكم. يلا كانت ختم التفتيش من بعد من تخلص ضروري انك ما يكون عندك اي شيء سواء لا تقول مضرب عطر صغيروني ولا شيء ممنوع ما يخطف. بيظهرون من شنطك بيحطوني في قرطاس نايلون هالنمون كل شيء افتك بالصدع. ودي انا حط ابوي داخل الثياب في الشنطه اللي تصير الشنطه الشنط الكبار يعني ما بلازم تطل وحده بيديك انت. ويوم بتشتري من السوق الحره ترى ما عندهم مشكله لكن من بتجيبه بتدخله وياك وانت داخل ممنوع قطع صيبك ونصيبك يا ويلك. الله يحفظكم. لفت خاص يظهرك من تحت يظهرك لين فوق بين صاله رجال الاعمال والبزنس والفيرست. ومن تجي تلقط هاي الحر ما ابوي ترحب بك. Thank you very much. Thank you. Thank you. هذا بيرمس على ما شاء الله. اللي في مطار أبو ظبي غرفة لعب الأطفال ومكتبة غرفة سالمة غرفة غرفة من هناك بعد لل هل ينيلغون فيها ويطالعون منظر ما تقاي تسوي سكينة وما أدري قال اللي بيرقد يعني شيء اللي بيرقد يعني للي بيرقد لكن مش رقاد العميق شيء طيح عادية. حمامات الروحن ومكان للسبوح كل شيء يعني موجود يعني عبارة كأنك في بيت. بعد شيء من غير كوفي ماشين هذا الصراط وما تشتهي النفس وفواكه وما أدري شو يعني كل حد اللي يبغى كل شيء موجود 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 شيء طبيعي. ها اللي تشوفون هناك هذا أبوي مطبخ منيو اللي يباب وها يابوا لي أنا المنيو واللي تباه تطلبه. عاد أنا ما بمان منيو أنا باخذ من هاك اللي هناك تنقع على عينك تاخذ اللي تباه وتجلس. يلا انا المساعد خلاف ولا في الطياره ولا باكر ولا من اوصل ابو ظبي. اكيد اني كنت اتمنى فوز بلادي 100% لا يختلف الكلام في ذلك. كنت اتمنى فوز الابيض وكنت اتمنى الكاس يقين اللي الله كاتب انه لا يستوي. خذ الكاس ابوي عمان خذت الكاس ولا خذت الامارات؟ الامارات وعمان بلاد واحد. هب من اليوم انا استوت الدنيا وما عليك من هاللي يطرشون مسجات يوم العمانيين ويوم الاماراتيين ويوم طاروا علي يريده ويوم سووا وما ادري شو. هذا كله خطي. كل اللي يكتبون هالمسجات ترى ابوي ما باماراتيين وكل اللي يسبون الاماراتيين من طرح على اساس انه من عمان هذا مش عمانيين. ها كلهم ابوي هالبلقال والقيل منو انا ما اعلم الغيب ولا اعرفهم. وان شاء الله اني ما اعرفهم الناس ابوي اللي يدس الدسايس هذه ان شاء الله لا نعرفهم لا ولا يشرفني حتى اعرفهم هالبلقال والقيل هذه اللي يدسون الدسايس بين الربع وبين الاخوان وبين البلدان وبين الشركات وبين الصدقان ويفرجون بين الرجال وحرمته ويفرجون بين الصاحب وصاحبه والربيع وربيع والاخت ويعني هذه امور حين اصبحت شبه يوميا تحصل. لكن تفوت على منو؟ على منو تطوف هالواضيع؟ تطوف على اللي ما عنده ثقه في نفسه. تطوف على اللي ما عنده ثقه في بلاده، ما عنده ثقه في ناس في مكانته في ارادته. لازم كل انسان له هدف. هدفك انك انت سويت العزم وعقدت الامر انك تغلب ما الله كتب خلاص. سواء فازت الامارات ولا فازت عمان كل واحد الحمد لله رب العالمين. عمان والامارات دار واحده الله لا فرق بيننا وان شاء الله ان الله ما بيفرق. وعلى طول بتازم صداقتنا وياهم دب الحياة. ورجع خاص لكم انتو يا ربعنا ويا ربعهم خفوا من المسجات اللي فيها تعليق ترى ان ياك شيء وطرشته انت ترى الذنب عليك وان ياهم شيء وطرشوه بعد الذنب عليهم. ترى من المفروض اي شيء يسوي شرار ويسوي قرقعة وصدع وفتن
هذا مرة ما بلصالح الشعوب ولا بلصالح الأخوان ولا بصالح الأهل ولا بلصالح الإيران ولا بلصالح أي إنسان. أي شيء كلمة فيها استهزاء لشعب أو لبلد أو لشخص أو لأي إنسان، هذا مرة هذا هو اللي يسبب الفتن والصدع والديانة والقرقعة والكلام اللي ما له معنى. المسخرة المسخرة تفرق. يوم أنت قاصد أنك أنت تقبض من اليد اللي تعور لازم يتعور يده من 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 يده اللي تعور قبضته، هذه هي المصيبة العودة. نعم تحيد عنده نقطة ضعف الفلانية لازم تتعاير فيها، هاي روحها مصيبة. لا لازم تشد من أزرة، تستر على ربيعك، تستر على البلاد الثانية، تستر على صاحب. يعني مبزين لازم يكشف حيا ربعه ويكشف حيا البلدان اللي من غير، ويكشف حيا أمور الشركات اللي من غير. مثلا يعني أنا أضرب على ما قال هل راعي باطنة، أضرب الكوس بالجحلة. فأنا كلامي عام ما أخص لا شخص ولا دولة ولا فلان ولا علام ولا شركة. كلام كل البضاعة إن قلبتها نقصت، إلا الكلام إن قلبته زاد. فلذلك الكلام والقال والقيل بين اللواد بين الصدقان بين البلدان بين النوادي بين كل هذا يأثر على الصداقة ويأثر على العلاقة.